الربع اللي باع عقب خذها كاش بالضبط. عيال وش رايكم على طريق خذها كاش؟ وش رايكم بما انك انت الشيخ واحنا شيوخ معك انت اخونا ما يحتاج، وش رايكم؟ ايش رايكم؟ نعطيهم اجازه نهائيه بنوقف خذها كاش؟ اي والله شوف وقفهم ثلاث ايام. انا اتفق معك. قول ليش؟ لاني شفت سعود كذا احس تعب يحتاج تغيير جو. اي سعود ثلاث ايام سمنا. وعبد الخالق عبد الخالق احس كذا هو يقدم ما له نفس يقدم. ونواف احس عنده ضغوطات. ونواف يقول ابغى افصل لي ثياب. نواف بيفصل له ثياب يروح يحلق ما حلق يعني لازم. لا سعود محلق بس يحتاج تغيير جو. سعود اعلم سعود ودع عند النياق صياد. اي ونواف ودوه ليوك خلوه هناك عند حلاق وخلوه يقطع له بالحلاق. هذا معيار. هذا معيار. هذا ما في طب. عبد الخالق عمر السلام هذا اللي ما في طب. هذا اللي ما تدري ما بتودي. طيب هذا وده الصياد. لا ما تصلح للصياد. الا ما يعجبه شيء. والله لو من النوع اللي لو توديه صياد قال لا ما ابغى صياد تودي. لا ينتقد صياد ثم جاء عند الدبوس اسمه انك انت تفقه هذا انك لو تفعله بالناقه هكذا يسوي هكذا يمكن شوت الدبوس شوت علمه. شوف بعلم دقيقه. عبد الخالق وين تودي؟ تخليني ابصرك على شيء. عبد الخالق دقيقه وين تودي؟ طيب عبد الخالق وين تودي؟ خذ بالك. عبد الخالق حارس مرمى احس. شوف لا يا عبد الخالق ودك توديها احس كذا جوه نادي رياضي. لا لا نادي يغير جو عشان يقدم صح. عبد الخالق حط طلع اقوى حبوب منوم هذه وخليها ترقد اسبوع كامل ما يصح. شوف انا بوضح لان اشوفه ما يقدم صح الايام هذه. يبيها نوم. يحتاج لها وشو؟ يبيت هات ضحكتك هذه اعرفها. ضحكتك هذه ورا ظلها. انت ردك اللي يقوله انا قبلت صح ولا وين دبرت صح ولا عرفت. شوف خذها كاش خذها كاش. والله من بدايه البرنامج الى البارحه شفت هم ما يقصروا. انتم دارين انا ما ادري بقول هذا الكلام عليكم لكن انتم تقولون بعد احنا مزوح. لا انا اقول لكن شوف انا يقهرني فيهم حاجه واحده. شوف حاجه واحده هي صح. انا مثلا هم يعني يخلونك برا عشان في برا في ناس بعدين يعطيك راي ما هو بزين يخلونك تتقبل ما تتقبل. هم يعطوني يعززون ذا الجانب فينا بس هم ما معززون ذا الجانب فينا. هم لعبوا في ذا الجانب فينا ما عززون. هم يرفعونك هم يرفعونك ينرفزونك. طيب ممكن بوضح لك انا على نقطه صح ان الحين ما في مشكله. طيب مثلا واحد منا لا قدر الله الله يشافي مرضانا ومرضانا في ضغط ولا في سكر صح ولا هو عنده شخصيه انفعاليه بعض الاحيان يتضايق من ده. افرض انه يدخل في ايش اسمه كوميشن روم عند خذها كاش صح. هم يبغونه يتقبل ويبغونه مثل ما تقول ساعدوني يعزون الجانب انه يتقبل من اراء بعدين ساعدوني عرفت. يدخل عليك واحد مثلا بالسناب مثلا تنزل شيء يا ابو عيد. يدخل عليك واحد بالسناب وانت ما تفتح على السناب لكن انت كذا لكن يوم جاك فضاوه تبي تشوف اراء الناس حلو. جاك واحد قال يا مصر عيد يا اخي صوتك ما هو بزين واللحم ما هو بزين والكلمات ما هي بزينه والاداء ما هو بزين والاستوديو ما هو بزين وما ادري وش قام يتفلت عليك بالكلام صح. هم خلونا مثل ما تقول كردة الفعل. الحين تقبل ردة الفعل ما نتكلم يعني نتكلم بالاشياء الايجابيه والاشياء السلبيه نتركها صح ولا لا. خلوا عندك زي ذي الحاجه لكن هم ينرفزون واحد ينرفزون لان يطلعونه حتى خارج اطار القناه كبرى. طلع قدو بين السحاب سمعت. احنا بنصبر ما في مشكله لكن ممكن يدخل واحد يعني في الايام الجايه او في البرامج الجايه او يعني في الاوقات الجايه كنصيحه يعني والله نصاد ممكن واحد عنده سكر او ضغط ينفعل ويطيح في الكمنشن روم صح. وش بيصير؟ تموت يمكن يا طويل السلام تطور حاله انه يتوفى ولا يجي شيء صح. لان الواحد ما تدري انت عن نفسك يعني انا اشوف هي زينه لنا كان احنا طيبين احنا طيبين يعني طيبين يعني كحاله صحيه اللهم لك الحمد الله يشافي كل مريض احنا بنتحمل عرفت. اكو ممكن واحد تعبان وش بتسوي لو طاح وش بتسوي انت المسؤول عنه انت اللي طيحته انا. لا هم اكيد يدرون اللي فيه ما سكر ولا ضغط ما لا ما في اي هم والله شي احمد العوض هذا دخوليته يوم رقد بكيسه ذاك اليوم هو الحين يقول انا ما فيني شيء صح بس ذاك اليوم ليش انا نسيت ذاك اليوم
ينرفزونك طبعا ينرفزونك خلاص انت لو صارت لو صارت لو صارت سبحان الله سبحان الله الحمد لله اني متابع كل حلقاته قبل جرب حتى البارحه كنت ميدم يوم طيبته وقلت عندنا ضيفاء البارحه جاء سيف دخل عليهم حلقه بيض الله وجه ابو فهد انت تعرف انا وياه شو انا وياه شو في في الدور الشيخ هذه عرفت راح وانا لازم اني كواجب اني ايش يعني معهد في الدور هذا تعاونوا لازم اني اجيب حاجه ثانيه صح رحت اجيب جمر دخلت عليهم الطيب اللي تستاهلونه انتم ويستاهلونه الله يطول عمرك ايش صار؟ قام يضحكوا قام يضحكوا ايش تضحك علي تضحك قال انا اتمنى ودنا ان في شيخ ثالث تدري ليه؟ عشان الاغراض اللي كثرت عندك الطيب والتمر والحلاق استانسوا عليها جلس شايف معاهم شايف جلس معاهم وانا طلعت كنت بروح عندي ضيفه جلسوا الشباب هنا وادخلونا اتابع كم الحلقه شوي جابوا الكاميرا علي كان هذا يقول دائما بروح للضيفان وهو جالس يتابع الحلقة من سده يتابع الحلقة تبديك تبدي تروح يمين ما يمديك في كاميرا تبدي تروح يسار ما يمديك جلست كذا والله يا شيخ شعدت هذا والله الماقف يا ابني بابا بابا والله يا بابا يا رجال يا بابا اقسم بالله اني اجيبك نقاط انت ما ودك ما ودك تجيبك ابابا اسطوره الاساطير ابابا انا قصدي اللقطات ايه اللقطات يجيبك مثلا بعض الاحيان ودك ما يفوت لقطه في المنتجع كامل الله يرحمه ابابا لو من فوق السطح يجيب والله حتى لو كان ابابا والله لو من فوق السطح يجيب لا بس شوف هم سلطان خلي علمه عيش ابو سلطان عيش ابو سلطان عيش خلي علمه صح الله يوافق ابو سلطان الله يوافقك ويسعد لا كشف سلطان حبيب خلونا نخليه ما يحتاج ابو سلطان حاول انك تطيم سلامه مثلا اللي اخطيت الخطا وارد طيب حتى ما هو ابو سلطان الحال شاهي طيب الواحد اذا اخطا شاهي اذا الواحد اذا اخطا الواحد اذا اخطا دائم وش يقول العاقل اذا اخطا تأسى قاعدة تقول كذا ما أدري من اللي قالها هي مقولة بس أنا حافظها قاعدة تعرف الصور ذيك تنزل من اللي قالها الحالات حفظتها أنا يقول العاقل إذا أخطأ تأسى تأسى طيب والأحمق إذا أخطأ تفلسف تفلسف يعني بدل ما يقول أنا غلطان خلاص يجي تفلسف عليك أنا كنت طيب قصدي كذا وغلطت كذا خلاص يا أخي قول أنا آسف أنت تتشاور كان آسف وكيف مشارك ولا تذار أصلا ما ينقص من الرجال شيء إلا يزيده ولا تذار من شيء رجال ما يجزو ابو سلطان ان كانك مخطي لا تلف وتدور علم على طول علمه واعتذر زي مصر ذاك اليوم قال ابو سلطان مصر كنت مال مع صورتي ما معهم الله يستر والله يضحك انا ما ودي اضحك يقولون الناس انه فرحنا ايش خصم على ابو ما خصم عليكم لا ما خصم عليك ما خصم علي خفت انا اني اضحك مثل ما تقول بيقولون الناس حتى الناس بيقولون فرح على رفيقه ولا صديق هذا يفهمون انا اضحك من مصر قال كذا قال مصر ما وكلنا وده ما وده انه يثبت اي شيء قال يا ابو سلطان ما جاتني صور قال تبي تقول لي علينا نفسه تاذا الصوره الثانيه حط صوره ابو سلطان بص ليش قلت جيب وجه مصر قال شفته شفته هذا اللي ايه طلعت كذا ايش اقول؟ ما عاد نظر فيه والله العظيم والله انه ما عاد طلع فيه انا شوف يوم طلع بالصوره قال ما ادري ايش اقول تكلمت كلمه قال ليتك تشغل مايكك المايك طافي حتى من اتكلم قال ليتك تشغل مايكك لا تدري ايش يقهرني اليوم انت موفق لا تدري ايش يقهرني المايك يوم يكون طافي انا ماني مطفيه يطفي البطاريه هو يجي عليك خصم ايش لو ان المايك طفى بطاريه انا ذاك اليوم في البيت طيب ايش اسوي ما اعطاني بطاريه ذاك اليوم يعني خصم علي لازم ما اعطوك اشاره ذيك لا ما كان في طن عنده سلطان ما في طن عنده سلطان في طن والله يقول خلاص اللي في انا طبعا هذا كذا تبدي